مرحبا متابعين توتغير، اليوم إن شاء الله بنكمل الجزء الثاني من سلسلة تعلم التطريز باستخدام برنامج سوارت. في الجزء الأول قمنا بتقليل حجم الصورة، اليوم بنقوم بتقليل ألوان الصورة. بنستخدم 4 أدوات، لكن قبل ما نبتدي في تقليل ألوان الصورة نتعرف على الألوان الموجودة في الصورة. عدد الألوان اللي موجودة في الصورة، تستخدم أداة Color Reduction. بنفتح الألوان بنجدها 256 لون، فبنحاول نقللها تدريجيا، فبنقللها 150 لون. نرجع للأداة الأولى Posterize، وهي اللي بتحدد قيم السطوع أو اللي بنعرفها بمستويات الدرجات اللونية. بنحاول نغير في القيم بتاعت الألوان، فإذا حصل تغيير غير مرغوب فيه بنستغنى عن الأداة. نتراجع عن العملية ونستغنى عنها في تعديل الصورة. عادة هي بتستخدم للصور الفوتوغرافية أكثر، تناسب الصور الفوتوغرافية أكثر. الأيقونة الثالثة اللي هي معالج الصور أو الساحر، بتتم عملية تقليل الألوان على 3 خطوات. الخطوة الأولى بنقلل في عدد الألوان، وفي كل مرة بنقارن الصورة الأصلية بالصورة الناتجة. فهنا بنقلل عدد الألوان من 111 إلى 74 إلى 56 إلى 37. في حالة انه بنلاحظ ان التغير في الصورة الاصلية بيكون كبير وغير مناسب بنتراجع عن الخطوة. نرجع للخطوة اللي قبلها ونضغط على التالي. الخطوة الثانية هي عملية دمج الالوان، والدمج بيكون بنسب مختلفة. بنفس الحالة، في حالة ان التغير على الصورة كبير وغير مناسب بنتراجع عن الخطوة ونرجع للخطوة اللي قبلها. ونضغط على التالي. الخطوة الثالثة والأخيرة هي عملية دمج البقع اللي بتظهر على الصورة وتتخلص منها. فنفس الشيء، الخطوة بتكون عن طريق نسب، فإذا حدث تغيير كبير في الصورة ممكن نتراجع. زين، هنا اختفت الألوان، اللون الوردي، بنتراجع عن الخطوة ونضغط على عملية انتهاء، وهنا نكون خلصنا من استخدام الأداة. آخر أيقونة في أيقونات تعديل ألوان الصورة هي أيقونة دمج الألوان، فبيظهر إنه تبقى لينا من الألوان تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 ألوان متبقية. هي فيها أسود، فيها أسود فاتح، أسود غامق، رمادي، رمادي درجتين، وردي تقريبا، أبيض، أبيض فاتح، يعني مجموعة مختلفة من الألوان. إحنا بنحاول نقلل الألوان وندمجها في عدد أقل، فإذا بنضغط على كل واحد بيظهر لنا اللون من الأسود، هنا الأسود، رمادي. فبنحاول ندمج كل لونين مع بعض، فظهرت الصورة انه عندما دمجنا الرمادي بالاسود ضاع اللون الاسود. فبنرجع مرة ثانية نتراجع على الخطوة ونحاول ندمج الرمادي، مثلا الوردي عندنا درجتين لونيات، بنحاول ندمجهم الاثنين مع بعض. في حالة إن كل ما ندمج نلاحظ إن الصورة غير الألوان غير مرقوبة بنتراجع عن الخطوة ونرجع ندمج الألوان مرة ثانية، بحيث إنه نحصل على أقل عدد ممكن من الألوان.
في نفس الوقت بتكون قريبة من الصورة الأصلية. فالآن ناتج عندنا 5 ألوان، أسود ورمادي ووردي وأبيض، لكن فقدنا جزء من الصورة، هي الألوان الوردي الأعلى. فبنتراجع مرة تانية ونحاول نسترجع اللون الوردي. صار عندنا أبيض وردي درجة لونية واحدة، رمادي وأسود، لكن فقدنا اللون الوردي اللي موجود فوق. عندما دمجنا الوردي بالثاني نفس الشيء تحولت الصورة الوردية، فنتراجع. يعني كل عملية نحس إنها غير مناسبة نتراجع وندمج الألوان مرة ثانية. الآن عندنا أسود ورمادي ووردي وأبيض، لكن فقدنا الرمادي الدرجة اللونية الثانية، فبنتراجع. والآن 5 ألوان، 2 رمادي أبيض، 2 وردي، أسود رمادي وأبيض. تقريبا دي أقرب الألوان اللي مطلوبة اللي مناسبة للصورة. الناتج عندنا 5 ألوان. فيها كل الألوان اللي موجودة في الصورة. جربنا مرة ثانية ففقدنا لون، اللون الأسود اختفى في أجزاء، فبنتراجع. نتراجع عن الخطوة. 3 ألوان أيضا فقدنا جزء كبير من تفاصيل الصورة، نتراجع. تقريبا أفضل الألوان اللي حافظة على الصورة هي الخمسة، 5 ألوان. والعدد الأنسب من الألوان حتى نحولها تطريز. محافظة على كل، يعني هي الألوان اللي محافظة على كل تفاصيل الصورة الأصلية. بنحاول نجرب أكثر من مرة حتى نثبت على الألوان الأساسية اللي مناسبة معانا. فهي عملية غير مناسبة ممكن نتراجع منها ونبتدي من مرة جديدة حتى نقتنع بالألوان اللي طالبينها. في هنا في زرين غير الخلط بدمج الألوان، الزر الثاني اللي موجود تحت دمج الألوان هو الزر للتخلص من البقع. برضو إذا ما ظهرت أي بقع في الصورة حسين إنه ألوان غير خطوط ممكن نتخلص عنها، بنضغط على الزر التخلص من البقع. الآن بنستخدم الأدوات. في عندنا أدوات اللي قلنا هي القلم والمساحة والفرشة، وكلها أدوات بتساعد على أساس إنه إذا في أي فراغات مثلاً في بنحاول انه نقم ان يكون الدرجة اعلى او اكثر من الدرجة اللونية. مجرد تجريب، اذا ما صلحت بنتراجع عنها. ممكن نستخدم اي ادوات.
في بالنسبة للألوان عندنا الوردي حتى يكون لون ثابت، بناخد عينة من اللون وبنحاول نخلي الألوان واضحة. الوردي مثلا كان خفيف جدا، استخدمنا اللون الوردي حتى يكون واضحة الألوان. فكلها أدوات مساعدة حتى تكون الصورة أكثر وضوحا، وفي عملية في حالة إنه قمنا بالتطريز تكون الصورة ما فيها فراغات. فالصورة الحالية ما بتحتاج لتغيير كبير بالنسبة للأدوات، لكن ممكن يكون عندنا صور في ثانية تحتاج إنه نصلح تصليحات بالقلم أو بالمساحة أو بالفرشة. الصورة الموجودة عندنا تقريبا التصليح فيها قليل جدا، ما في تصليح كبير. مجرد تعديل بسيط على الأطراف، على الأطراف الصورة، ما يحتاج تعديل كبير سواء بالقلم أو الفرشة. الآن انتهينا من عملية دمج الألوان وتعديل الصورة باستخدام الفرشة والقلم ودل الألوان. أصبحت الصورة جاهزة وبنحفظها، نستخدم المرة الجاية إن شاء الله في عملية تحويلها إلى تطريز. خلصت كل العمليات تجهيز الصورة والآن أصبحت جاهزة حتى يتم عمل التطريز. فالجزء الثالث إن شاء الله هو بيكون الجزء الأخير وعملية تحويلها إلى تطريز. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وياريت لو تعملوا لايك للفيديوهات حتى تدعموني أواصل إن شاء الله في عمل الفيديوهات. وانتظروا الجزء الأخير من سلسلة تطريز باستخدام برنامج سوآرت. شكرا جزيلا.